السلام عليكم واهلا اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم خوتي خواتاتي، واهلا وسهلا وشكرا شكرا لكم على كل ما كتصيفطوا لي وكل ما كتقاسموا معايا. وبغيت نشكر واحد السيده، والله القسم الا غادي نشكرك ولدي بفمو، واحد السيده اللي هي صيفطات واحد الامانه، يعني البنت سي وليد ولا لا اصاله، هنيئا ليا ومبروك عليا ومبروك على ولدي ومبروك على العائلة ديالتي اللي هي يا بنتي وبنت بنتي وولدي وراجل بنتي ومات ولدي. مبروك علينا، جات بنية 3 كيلو و600 ما شاء الله، جات بنية 3 كيلو و600 3 كيلو 600 ما شاء الله عليها، صحيحة ما كاين حتى شي حاجة، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، والله يكبرها في عزهم. ويلاه زهق غي دابا، يعني يلاه زهق غي دابا، جا مسكين تكا شويه عندي وكان طلبني على الحسوه المغربيه، قال لي بغيتها. والله البارح ملي ساليت معكم الله في الليل جيت عملتها ليه، وبحال علمني الله يعني كيف دخل، قال لي تصوبي لي الحسوه، قلت لها هي موجوده سخنها وسخنها والباقي دا معاه منه، يعني داها. بغيت نشكر واحد السيده وغادي نشكرك ولدي، يعني غادي نشكرك سيدي وليد، غادي نشكرك حبيبتي اللي هي يا صيفطات ليا واحد المبلغ اللي قالت لي خدي لي هديه الاصاله والبنت اصاله. ثقي بيا اختي العزيزه، غادي تسمعيها من فمو، ويعني مشيت جبت داك المبلغ اللي انت صيفطتي، وراه غادي يعني كيف كنقولوا غادي نعطيه لامها وامها تاخذ ليها به شي حاجه. قال لي وليد لا، قال لي هذاك المبلغ ديال ديك السيده خدي به انت شي حاجه كتبغيها لبنيتها، ولا يعني لبنيتها ولمها وديه ليهم. قلت ليه داكور، اذا حتى لهنايا حنا متفقين، وشكرا لك حبيبتي والله يطول لي عمركم وبارك الله فيكم ما شاء الله ما شاء الله. غير باش نقول لكم بين ما هاد الوصفه اللي غادي نعطيكم، هاد الوصفه راها اختي العزيزه الا كتاخذوا بعين الاعتبار الوصفات اللي كنعطيكم وتقيديهم وتنوضي تعالجي راسك براسك وتداوي راسك براسك، انا غادي نقول لكم هاد الوصفه يعني عتقاتني جوج المرات عتقاتني. غادي نقول لكم للتذكير فقط فاش عتقاتني قبل، وغادي نقول لكم بين ما البارح عتقاتني في حاجه ثانيه والحمد لله. اذا شنو ملي كتوقع شي حاجه كنحسوا براسنا بين ما عندنا شي حاجه كنبداو نتذكروا في داكشي اللي عندنا، يعني بنعالج نفسي باش غنعالج نفسي، لا عندي ديك الحاجه كنوض نحل داك الكتاب وتنقلب. هنايا الله يطول لي عمركم هاد الوصفه ماشي ديالتي انايا، هاد الوصفه كانت عطاتها ليا هذيك السيده اللي عندها 103 سنين اللي هي في كوت ديفوار، كانت ديك الساعه كتواصل معايا، دابا ما بقاتش كتسمع ولدها اللي كيكون وسيط ما بيني وبينها. على بركة الله البنات لا تعقلوا، كنت قلت لكم بالنسبة للناس اللي متبعيني، كنت قلت لكم بينما واحد الوقيته كان تكون ليا الفضق، الفضق يعني تكون ليا تنعقل بقوة مع الفضق، جا وجاب واحد يعني جا ماشي جا تدريجيا، لا جا بحال كنقولوا في سيمانة خرج نزل، يعني باش كنعرفوا واش عندنا الفضق. اذا هنايا شنو كنعملو؟ اولا كتحسي براسك كل 5 دقائق غادا الطواليت تبولي، كتقول يا اما عندي ميكروب في النبوله يا اما شنو كاين. ديك الوقيته يعني انا مشيت عملت التحاليل ديال الميكروب في النبوله، قالوا لي ما عندك والو، وداك الشيء غادي يتزاد نهار على نهار. اذا انا شنو عملت اختي العزيزه، وهو كتجلسي ديك الجلسه يعني كتحيدي الملابس الداخليه ديالك وكتجلسي ديك الجلسه بحال راكي جالسه في ديك الطواليت البلديه، وانت جالسه غير فوق الجليج، يعني كتقفزي بحال راكي فوق الطواليت البلديه، وكتقبطي صبعك وكتطلعي مع المهبل ديالك من القدام ويكون صبعك نقي ومعقم، كتطلعي مع المهبل ديالك القدام وكتبداي تمسي. الا كان من فوق من فوق هذاك يعني كيتسمى كيف كنقولوا التهاب، الا كانت شي حاجه حسيتي بها بحال لي انايا
حسيت بشي حاجه بحال الشكل ديال البيضه وهي كبر من البيضه واحد شويه، يعني نازله ليا، يعني حسيت بها. كنعقلت كلمت مع بنتي قالت لي يلا ماما خصك تمشي عند الطبيبه النساء. مشيت عند الطبيبه ديالتي ديال النساء اللي هي قلباتني وقالت لي اذا ممكن من هنا لثلاث ايام نفتح ليك. علاش؟ قالت لي عندك الفضق، يعني الفضق قالت لي نازل وراه غادي يخرج لك من المهبل ديالك. يعني ما معناتها؟ اولا انا ما كنعملش العمليه، ويا ما تهربت من العمليات، وكيف كنقولوا كنفضل الا كنت غادي نعمل عمليه وغادا تنجح ليا عام ولا عامين ومن بعد نطيح تحت الصفر، كنفضل يعني كيف كنقولوا نتعامل مع المرض ديالي ولو نربح 50% ونبقى عايشه بهذيك 50%. اذا انا من الناس ما كنفتحش، ويا ما تلاقيت مع دي بروفيسور في الصيدليه اللي كيقولوا لي حليمه اجي نعملوا لك العمليه. اذا لا ثم لا، باش ما بقينا نهربوا من العمليات نهربوا. لو كنعرف ما شاء الله كاينين شي عيالات ملي كيقول ليها الطبيب غادي نفتح ليك عرفتي شناهي هي، وراها كتفرح وراها ما عرفتي شناهي. يعني انا هذه ما كتدخلش ليا لدماغي والله القسم. الا كنهضر مع اطباء داخل الوطن تيقول لي عرفتي ملي كنقول لها غادي نفتح ليك وراها كتفرح، علاش؟ ما فهمتش. يعني ما معنات غنفتح ليك؟ معناتها اذا صافي ما غاديش نبقى كيف كنت قبل. اولا خاصني نفكر ما غاديش نبقى كيف كنت قبل. اذا كنتهربوا من العمليات. ملي الطبيبه ديالتي قالت لي من هنا لثلاث ايام دون 3 جوغ عندي في البلوك اوبيراتوار، قالت لي عندي البلاصه نفتح ليك، وقالت لي الفضق كيتفتح مزيان وما كاين حتى شي مشكل. وهادي خوتي خواتاتي اشنو عملت؟ جيت للدار ديالي، جبت تواصلت مع هذيك السيده اللي في كوت ديفوار، قالت لي ها تعملي وتعملي. يعني قالت لي خدي بصله حمراء ولا بيضاء، والله ما بقيت عاقله، انا ديما عندي البصله الحمراء. قالت لي على ود انا كناكلها البنات، كندخلها في لي سالاد، البصله البيضاء كنطيب بها. قالت لي خدي بصله، خدي ليها القلب ديالها، وعملت معايا فيديو وقالت لي انت كيفاش؟ قلت لها ايه. قالت لي في الليل ملي تبغي تنعسي طلعيها مع المهبل ديالك. كنعقل قلت ليها اه هذيك لابول اللي هي هابطه، هذاك الكيس اللي هو هابط راه ما غاديش يخليني. قالت لي حاولي، يعني فهماتني كيفاش نعمل ليها. الله يطول يعماكم، خديت القلب ديال البصله اللي هو يا كيكون كنعزلوه كنبقاو نقشرو، انا ما بغيتش نضيعها البنات، كنبقاو نقشرو بالورقه 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 البصله حتى كنحصلوا على داك القلب ديالها الوسطاني. عملته في الليل، في الليل عملته، قالت لي تعمليه في الليل وتقبطي الطرف ديال القطن. وباش كنعملوها البنات باش ما يعذبكمش، اذا كتحاولي ترقدي في شويه ديال الزيت، الزيت يعني زويته كدهني بشويه ديال الزيت وكتعمليه، كتقبطي الطرف ديال القطن، الطرف ديال القطن اللي هو يا ناشف، وكتعمليه في المهبل ديالك باش ديك القلب ديال البصله ما يخرجش، وكتعملي واحد السليب مزيان مزيان وكتنعسي. عملتها البنات ثلاثه ديال المرات، عاقله عليها ثلاثه ديال المرات. اش نقول لكم؟ انا حاشاكم في الطواليت كنبول، وانا من طبعي ملي كنكون في الطواليت ما كنعملش الله يطول لي عمركم الماء الكبير ونبقى جالسه عليه كنتبخر. انا من طبعي داكشي كينزل وانا كنوراك على لاشاس دو تواليت اللي هي يديا كتمشي للور، كنوراك تيمشي داكشي. اذا ملي كنبول كنتلفت في البوله ديالتي كنلقى بحال الطروفه ديال الدم داكشي حمار ماشي تا ابيض، تنقول شنو هو هادشي. يعني بقيت متبعه على ديك الوصفه. من بعد 3 ايام البنات قالت لي غدا تشويها، غدا تشويها فوق البوطه، يعني قالت لي غدا تشويها ماشي قالت لي تحرقيها، كنعرقوها فوق البوطه. وعطاتني طريقه ثانيه الا كنا في اللايف غادي نفسرها لكم ان شاء الله. البنات هذاك الكيس اللي كان عندي، هذاك لابول اللي هي بحال شكل البيضه كانت عندي نازله، كانت عامره يعني كانت عامره بداك الشيء اللي هو خايب
اللي راكم عارفين بلا ما نقلع عليكم قلبكم كانت عامره به، اذا حلاتها. البصله ثاني حاجه سي طان انتيبيوتيك ناتورال، اولا حلات لي هذيك الكيس اللي كنت غادي نعمل عليه العمليه، ثانيا عقمات لي المهبل ديالي، وهاد الساعه اللي كندوي معاك راني قبل ما نبدا نفيلمي ليكم بست هاد البصله، بست ليها على راسها، قلت لها الله يطول لي عمرك. اذا هذه في هاد في هاد في هاد يعني في هاد المشكل هذا عالجته ليا بتاتا. ثاني حاجه الله يطول لي عمركم، كنعقل على السيده قالت لي بالنسبه للشابات العيالات اللي عندهم الدوره الشهريه كتجي بعض المرات جوج مرات في الشهر، ثلاثه المرات في الشهر، ولا كتغبى شهر عاد باش كتعاود تجي. وكذلك تاخذي داك القويلب ديال البصله الدخلاني، تبقاي تقشري تتحصلي على ديك لاطاي اللي انت بغيتيها، ودهنيه بشويه ديال الزيت وتطلعيه معاك مع المؤخره، يعني تطلعي معاك عفوا مع اللور ديالك، كيقاد الهرمونات وكيريقلي لكم الدوره الشهريه. هانتوما بقاو عاقلين على هادي، يعني ما تشويها ما والو، هادي ديال اللور غدا تقبطي بحال شكل القويلب وتطلعيه معاك في الليل. في الليل كيعالج هاد المشكل ديال الدوره الشهريه، يا اما كتجي جوج ثلاثه المرات في الشهر، يا اما كتمشي تغيب شهر وكتعاود تجي. ما كندويش على النساء اللي هما غاديين لسيل الياس، لا كندوي على شابه كيف كنقولوا كلها شبابيه وكتلعب معاها، كتمشي كتجي ولا كتجي جوج مرات ثلاثه. دوموا عليها البنات، دوموا عليها 7 ايام نتوما اللي عندكم هذا المشكل. اذا انا فاش عالجتني البارح، انا كنت معكم في اللايف وقلت لكم بحال الشكل ديال الموس مضروب ليا في قلبي، وراه ما نعستش البنات، راه ملي كنبغي نعس بحال كتشدي داك الموس ماشي تفقل، يعني ماشي تفقلبي على ود القلب في اليسار في اليمين تحت البزوله ديالتي. اذا تما شنو قلت؟ قلت هذا شي عرق تبوشه وراه كيف كنقولوا كيصوني عليا، ما نعستش ملي كنبغي نعس بحال الموس كتمشي لديك البلاصه وكتبقاي تدوري فيه. اذا لدرجه اللي وليت كنقول ناري، عندك ولدي تزاد عنده بنته، حيت انا كنعرف العقليه ديالتو، عندك ولدي تزاد عنده بنته وتصبح مميته ويقول ليها جيتي وصفاتي ليا فمي، يعني بقيت كنقلب على كيفاش نعتق الموقف. اذا خوتي خواتاتي كنوض في الليل كناخذ جوج ديال البصلات، الله يطول لي عمركم، كناخذ لهم القلب ديالهم، جوج ديال البصلات خديت لهم القلب ديالهم، وحده شويتها يعني عرقتها، ماشي كنشويها حتى كتحرق، لا غير فوق البوطه كنبقاو ندورو فيها حتى كتشوى، وعملت ليها شويه ديال الزيت وعملتها في المهبل ديالي من القدام، وعملت طريف ديال القطن وعملت سليب وبروتيج سليب وسديت ومشيت للفراش ديالي. قبل ما نمشي للفراش ديالي خديت القلب ديال البصله على حساب قويلب، ما شويتو ما والو، عملتو في المؤخره، دهنتو بشويه الزيت وعملتو في المؤخره ديالتي. اقسم لكم بالله البنات، الى اش نقول لكم، وقيل 80% حبس هذا الشيء، 80%. اذا باقي ليا اليوم في الليل غادي نعاودها بهاد البصله اللي راه حداكم، وملي غنكون جايه غنجيب معايا البصله، اليوم في الليل غنعاودها بهاد البصله اللي هي حداكم، يعني 3 ايام ما نقطعهاش، مده 3 ايام. راه البصله البنات ملي كنعملوها في المؤخره ديالتنا، وياكم شي وحده تعيط عليا وتقول ليا على ود ملي كتعيطي عليا اختي العزيزه وكتسوليني شي سؤال، كيف كنقولوا ما كنجاوبكش، علاش؟ على ود انا وضحته في الفيديو، تعيط عليا وتقول لي واش البصله مشويه نعملها من اللور، لا البصله اللي مشويه كنعملوها من القدام، البصله صحيحه يعني ما مشويه ما والو، على شكل قويلب كنعملوها من اللور في الليل ملي كنبغيو نعسو، ماشي غادا تعملي لي البصله وتمشي حاشاك تبولي. خاصكم تعرفوا ملي كنعملوا البصله في المهبل ديالنا، اختي العزيزه الا غد لي بغيتي تحيديها اش كتعملي؟ وراه كتمشي حاشاك غير الطواليط، اي طواليط روميه ولا بلديه، كتقفزي وكتعملي كلشي كينزل، كلشي كينزل،
اذا نخدموا غير عقلنا. كاين الناس اللي كيكحبوا كتهبط ليهم البوله، اذا هاد الطريقه هادي كنهبطوه. وتعاوديها كيف قلت لك، انا اليوم عندي فيها 3 ايام، والله القسم ما كنت غادي نقول لولدي اشنو وقع ليا على ود كان دابا يلا خرج. قلت ليه صافي البارح ودعت ولدي، البارح ودعت. قال لي اش كتقولي؟ قلت ليه هكا وكان. قال لي لا تمشي تشوفي كارديولوج، تمشي تشوفي طبيب ديال القلب. اولدي راه ماشي القلب، راه شي عرق تبوشه القلب في الليصة، وانا داكشي عندي وقع في اليمن، راه شي قلب شي عرق تبوشه، والحمد لله راه بدا داكشي كيتسرح. اذا خصني نتبع عليها 3 ايام هاد الوصفه. اختي العزيزه، انا واحد النصيحه غادي نعطيها لكم على ود عطيتها لراسي. هاد الوصفه خطره في الشهر غنبدا نعملها، يعني غادي نقيد بين ما انا مثلا عملتها اليوم، اليوم 19 في الشهر، غادي نقيد بين ما عملتها البارح 18 واليوم 19، وغادي نعملها نهار 20، وغادي الشهر الجاي وكذلك نعملها في نفس الوقيته. علاش؟ البصله سي ان انتيبيوتيك ناتورال معقم لي باكتيريا اللي كتكون عندنا في المهبل ديالنا، في المؤخره ديالتنا. يعني يا ريت يا ريت بحال هاد الوصفات من من ما نتسناش حتى المرض وحتى نطيح. قال لك يعني كيف كنقولوا من الطبع ديالنا، وحتى عرفتي البوله الحمراء ديال الذات ديالتك حتى كتشعل عاد باش كنوضو نقلبوا على الدواء. اذا هاد الدواء عالجني عالجني، خاصني نبدا نعملو خطره في الشهر، خطره في الشهر انا غنبدا نعملها. ما تبخلوش البنات بالنصائح للناس اللي كتعرفوهم، على ود ملي كتعطي نصيحه لشي حد بحال هكا ما فيها لا طبيب لا تحاليل لا عمليه لا. يعني انا هاد البصله عتقاتني من الفضق، راه اليومين هذا مشى مشى، يعني كيف كنقولوا مشى. والبارح والله القسم الا بقيت كنقول ميمكنش لينا نبقى متكيه هكا، الا عملتها الا الصباح كنقول لكم مشات ليا واقيلا واحد 80 ولا 90% مشات ليا، باقي شويه غادي نزيد عليها اليوم وغدا ان شاء الله. ما نبقاوش خوتي خواتاتي راه فيا ما نعمل لكم فيديو، طلبات مني بزاف ديال رفع المناعه، يعني رفع المناعه عند الرجال اللي هما كيعانيو من المشكل ديال كيف كنقولوا ما كتبقاش ديك عندهم ديك الرغبه ديال العلاقه الحميميه مع النساء ديالهم. ما كنتكلمش على الناس اللي عندهم السكر، كنتكلم على الناس اللي عاديين هكاك كيف كنقولوا الموطور كيطفى ما كيعرفش علاش. طلبوها مني بزاف، قالوا لي ما دابك تحطيها لينا، ولكن انا ما دمت انا كنعمل في هذا العلاج دابا قلت علاش ما نقاسموش معاكم. الله يطول لي عمركم، الله يخليكم ليا، الله يخليكم لبعضياتكم بعضياتكم. ما تبخلوش على روسكم بلو بارطاج، عرفتي ملي كتعملي لو بارطاج اوتوماتيكمون عندك الاجر لو بارطاج، وهو كتبارطاجي ديك الوصفه كتوصل لهادي وكيدخلوا الناس وكيلقاوها كيهزوها. اذا الناس كنتمنى اللي طلعت ليه هاد الوصفه من عند لو بارطاج ديال واحد الشابه ولا واحد الشاب متبعني، الا ترحموا على والدين كلشي. هادشي اللي كنطلبوا منكم، تبارك الله عليكم، ونتلاقاو في اللايف ديال اليوم في الليل ان شاء الله. احبكم في الله، والسلام عليكم.